تظن رسعتها السحب بالبرد كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رسعتها السحب بالبرد وقوس حاجبها من كل ناحية ونبل مطلتها ترمي بيك في الدين مدت مواشطها بكفها شركا تصيد قلبي من داخل الجسد نالت على يدها ما لم تنله يدي نقشا على الشمس ما طلع من بعد رؤيتها يوما على أحد سألتها الوصل قالت لا تقربنا لؤلؤا من